بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حفلنا الافتراضي لإدراج شركة وطني للحديد والصلب في نمو السوق الموازية. نرحب بسعادة الأستاذ عبد الكريم الراجحي، رئيس مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب، وسعادة الأستاذ محمد رميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق في شركة السوق المالية السعودية تداول. ونرحب بجميع من انضم إلينا عبر شبكات التواصل الاجتماعي. الآن نترككم مع العد التنازلي لإدراج شركة وطني الحديد والصلب في نمو السوق الموازية. خمسة أربعة ثلاثة اثنان واحد. السوق مفتوح. نبارك لكم أستاذ عبد الكريم ولجميع منسوبي شركة وطني هذا الإنجاز، وأهلا وسهلا بكم في السوق المالية السعودية. الآن مع كلمة للأستاذ محمد الرميح، مدير عام الإدارة العامة للأسواق في شركة السوق المالية للتداول، فليتفضل مشكورا. سعادة الأستاذ عبد الكريم بن محمد الراجحي، رئيس مجلس الإدارة، الأساتذة الكرام، أعضاء مجلس الإدارة وإداري الشركة، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير، وشكراً على حضوركم حفلنا الافتراضي اليوم لإدراج شركة وطني للحديد والصلب، إدراجاً مباشراً وبدء تداول أسهمها في نمو السوق الموازي. منذ أن تم السماح بالإدراج المباشر، والذي يعد واحدة من سلسلة من التغييرات التي تهدف لأن تجعل من السوق الموازي هدفاً لجميع الشركات التي تطمح للتوسع والإدراج، فإن هذا الإدراج المباشر الثاني يعتبر دلالة واضحة على التطور الذي حققته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية، وعلى رؤية وطموح شركاتنا السعودية. وبهذه المناسبة نفخر برؤية أحد الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية، واحدة من أبرز الشركات المصنعة للحديد والصلب، ومن أوائل المستفيدين من هذا التغيير الذي سيكون فصلاً جديداً وناجحا في تاريخ الشركة بإذن الله. كما سنواصل دعمنا لهذه الشركات الراغبة في النمو والتوسع والتطور جنبا إلى جنب مع العمل الجاد لتوفير بيئة استثمارية تلائم متطلبات المستثمرين والمصدرين في كل من السوق الرئيسية الموازية، لترسيخ مكانة السوق المالية السعودية محليا وعالميا كوجهة اقتصادية متنوعة من حيث القطاعات وأحجام الشركات المدرجة، تماشيا مع برنامج تطوير القطاع المالي برؤية المملكة 2030. الحضور الكرام، يسرني أن أرحب مرة أخرى بسعادة الأستاذ عبد الكريم محمد الراجحي، رئيس مجلس الإدارة، وكافة منسوبي شركة وطني للحديد والصلب في نمو، ونهنئهم على نجاح هذا الإدراج الذي سيكون بإذن الله خطوة مهمة نحو توسع أعمال الشركة والمزيد من النجاحات المستقبلية. كما أشكر لهم جهودهم وتعاونهم على إنجاز إجراءات هذا الإدراج مع كل من هيئة السوق المالية والتداول. في الختام أشكر لكم حضوركم مع خالص تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد. شكرا لكم أستاذ محمد. أما الآن مع كلمة مجلس إدارة شركة وطني للحديد والصلب، مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحمد لله والشكر على كل حال، الحمد لله والشكر على هذا الإنجاز، الحمد لله والشكر على هذه النعمة. في البداية ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة وجميع المساهمين ومنسوبي شركة وطني، توجه بالشكر والعرفان إلى السادة هيئة السوق المالية وشركة تداول على إتاحة الفرصة بالموافقة لنا على الإدراج المباشر لأسهم الشركة في السوق الموازي نمو. نوجه بعظيم الشكر والامتنان لحكومة خادم الحرمين الشريفين ولي العهد الأمين على كافة الجهود المبذولة في دعم القطاع الصناعي. ونوجه بالشكر كذلك لشريكنا الاستراتيجي صندوق التنمية الصناعي الذي مدنا بالدعم المالي والاستشاري الذي ساهم في تحقيق النجاح كذلك. وأخيرا فإن مجلس إدارة يدعوكم بمواصلة
وأخيرا فإن مجلس الإدارة يعدكم بمواصلة عمل الدؤوب والسعي الحثيث لتحقيق أهداف ورؤية الشركة المستقبلية بما يجعلها من أهم الشركات الرائدة في صناعة الحديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم أستاذ عبد الكريم، ونبارك لكم مرة أخرى ولجميع من سؤالين شركة الوطني الحديد الصلب هذا الإنجاز، وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في السوق المالية السعودية الدولة وفي نمو السوق الموازية. نبارك لكم هذا الإنجاز ونشكركم على صحة هذه الأمة، وبإذن الله أتمنى لكم التوفيق وكامل السلامة بإذن الله. شكرا لكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.